مرحبا يا أصدقاء، إذا كنتم من محبي القطط لكن لا تحبون الانتظار، إليكم هذه النصائح الذهبية لجذبها إليكم. تذكروا، القطط تعشق الأشخاص الهادئين والصبورين. تجنبوا الحركات المفاجئة أو الأصوات العالية حتى لا تخيفوها. استخدموا الطعام كسلاحكم السري. جربوا تقديم الدجاج أو السمك المطبوخ لجذب انتباهها. اللعب مفيد للجميع، استخدموا ألعاباً مثل الريش الملون لإثارة فضولها. انزلوا إلى مستواها، الجلوس أو الركوع على الأرض يجعلكم أقل إثارة للرعب. تحدثوا بصوت هادئ لتشعروا بالأمان. تجنبوا النظر المباشر في عيونها، فقد تعتبره تهديداً. بدلاً من ذلك حاولوا الرمش ببطء. امنحوها مساحتها الخاصة ودعوها تأتي إليكم من تلقاء نفسها. افركوا أيديكم بعشبة النعناع البري أو أي عشب تحبه قطتكم. المواظبة هي المفتاح. كرروا هذه الخطوات بانتظام لبناء الثقة معها. وعندما تقترب أخيراً كافئوها بالحلوى أو المداعبات. اتبعوا هذه النصائح وسيصبح لديكم صديق فروي جديد في لمح البصر.